عمل الاسم عينه كان قبل ما يدخل بيقول ايه ده؟ واحنا ما فكرناش قبل كده نعمل اسم كيميكال. ريشارد بقى في البلاك ليست جوه بيقول ده احنا بنخطط خلاص وضعين الخطه الماضيه. طبعا لم يتم عمل اي شيء على الاطلاق، وفي الاخر تم ايجاز السلطه في وجود الدكتور محمود المتيني من كام شهر. كلينيكال نيوتريشن، كلينيكال نيوتريشن ازاي تفهم الناس ان احنا نخسس وندخن. طبعا دي اللي بتجيب فلوس، فعشان كده كل اللي بيدخل يروح يدرس كلينيكال نيوتريشن يبقى عايز حاجه لذيذه وظريفه وياخد فيها فلوس كتير. لكن طبعا كلينيكال نيوتريشن اكبر من كده بكتير. عيان السكر ياكل ايه؟ عيان الضغط ياكل ايه؟ عيان القلب ياكل ايه؟ عيان الرينال انفيرمنت ياكل ايه؟ انفلاماتري باول ياكل ايه؟ دي كلمه كلينيكال نيوتريشن معنى اكبر بكتير من الكلام التاني. احنا النهارده هنتكلم يا اولاد عن انواع النيوتريشن، ايه الاكل اللي احنا بناكله؟ انواعه ايه بالصيغه علميه؟ ويا ترى بقى عايزين نعرف تمام المايكرو نيوترينتس بتساوي، وعايزين نعرف حاجه مهمه جدا في غلطه بترتكب غريبه جدا ساعات بتبوظ الشغل. العيانه كلها في المستشفى، يعني انت اول ايتم هتتعود تحطه وانت بتكتب ورقه العلاج نوعيه الغذاء. يعني ان انت تكتب ده غذاء سكري ولا ده غذاء قليل الملح ولا ده غذاء قليل البروتين، ولا هتبوظ الدنيا كلها. يعني انتوا متخيلين ان في مره لقيت عيان ماسك المستشفى الجرف ماسك الناس كانت شغاله هناك ومرمط بيها الارض مع حق. عيان انفلاماتري باول ديزيز تقرحات في القولون ونديله فول، ده جهد مركب يعني هيخلي النزيف فوق الخيال. يعني الدكتور اللي طلع على ايمان اهلي ده في العلاج ولا هيعمل حاجه. شوفوا بقى اهميه الوضع ده اللي عايزين نجاوب عليه النهارده، ونفكركم بالفيتامينز فيتامين ديفيشنسيز and hypervitaminosis. ده الجزء بتاعنا. أول حاجة هنتكلم فيها types of nutritions أو foods. إحنا عندنا في macronutrients carbohydrates, lipids, proteins, and micronutrients trace elements وminerals وvitamins. دول الأكل إحنا بناكله بنضاف عليهم حاجة مهمة حضراتكم لازم تاخدوا بالكم منها اسمها fibers. اسمها fibers. فلو ابتدينا نتكلم الاول على الكربوهيدرات. الكربوهيدرات زي ما حضراتكم عارفين في كومبلكس كربوهيدرات. جلايكوجين وستاش. احنا ما بناكل عيش او مكرونه الا موجود في ستاش اللي هو الجلوكوز في الاكل. لكن لما بنيجي ناكل مثلا فراخ بنيجي نقول للعيان اللي عنده سكر لو سمحت بلاش الورك كل الصدر. تمام؟ طب ليه؟ لان عضلات الصدر ما فيهاش جلايكوجين ستورج كتير، فبالتالي ما فيهاش جلوكوز كتير. بينما عضلات الفخذ فيها جلايكوجين كتير هيتحول لسكر عند العيان، فدايما بنقول له ايه؟ خليك احسن كل من صدر الفرخه بلاش من الورك. يبقى هنا مصدر من مصادر الكربوهيدرات الجلايكوجين او الستارش. طبعا في عندنا دايساكرايدز اللي هي السكريات الثنائيه زي السكر اللي احنا بنحطه في الشاي اللي هو السكروز. ده عباره عن جلوكوز وفركتوز. سكر اللبن اللي موجود عندنا تمام؟ يبقى هنا في عندنا لاكتوز موجود ده دايساكرايد. كل ده عشان يبقى ابسورد في الاخر لازم نشتغل عليهم غير الاميليز الدايساكرايد تحولها الى مونوساكرايد عشان تبقى ابسورد. يبقى هي دي الاساسيات يا اولاد بتاعتنا. دلوقتي بقى احنا عندنا نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها. هتلاقي مثلا لما بنيجي نتكلم بتاع السكر بنروح جايين قايلين له ايه؟ يعني ممكن تاكل مكرونة أرحم ما تاكل عيش. تاكل مكرونة أرحم ما تاكل عيش. يقول لي ليه؟ أقول له عشان في حاجة اسمها جلايسيميك اندكس. يعني إيه جلايسيميك اندكس؟ يعني لما بتاكل كمية من الأكل ده يا ترى بترفع السكر قد إيه بعد ساعتين؟ في حاجة اسمها هاي جلايسيميك اندكس، يعني العيش يرفع السكر دي. الفريك والحبوب الكامله ارحم من الرز. الجلايسيميك اندكس بتاعها لو، يعني لو خدت منها كميه بعد ساعتين بلاش سكر يعلى قوي. لكن الرز لو خدت منه كميه بعد ساعتين يبقى يديني اعلى ليفل. فهمتوا يعني ايه جلايسيميك اندكس؟ عشان كده بنقول الباستا المكرونه لو جلايسيميك اندكس. السيريالز الحبوب الكامله. الشوفان يعني من ضمن الوجبات الجميله قوي اللي عايز يخس. او لمريض السكر ان احنا نحط شوفان على اللبن الصبح هتديله تملى بطنه ولو جلايسيميك اندكس السعرات عاليه. نقول له كل فريك ما تاكلش رز، زود الفريك لانه لو جلايسيميك اندكس.
عايز يدخل، يعني واحد مش عايز يدخل وهو اصلا متعود ياكل كتير، يبقى بالتالي ارفع خف قدرات ان انا ما اديش حاجه سعراتها عاليه، يبقى هترمي ليه؟ بتوع الرز اللي هو الهار ليه؟ بص الرز في عندك انواع، الرز اللي هو بالقشره بتاعته الراب ده كويس، مش كده الفلبينيين هتلاقيهم بياكلوا كميات رهيبه منه ومع ذلك ما بيتخنوش، انما الرز بتاعنا ده ما شاء الله ده على طول الحاجه بعد ضربتين حلتين محشي بقت بطه ما شاء الله. كده في فرق بين الرز البسمتي والرز المصري؟ اقل شويه في الكربوهيدرات بتاعته، الرز البسمتي انضف شويه ولكنه اغلى حضرتك. ما الراجل ما يجيبوش اسماء قلبيه بسبب ان هو هيبقى زياده، كفايه من اول بطه. لا العيش اعلى شويه، العيش اعلى شويه، بس هما الاثنين ما بيفضلوش، البسطه اامن. البطاطس الهاي جلاسيميك اندكس بتاعها عالي جدا. ولكن خدوا بالكم في حاجه مهمه دلوقتي اسمها نيوتريجينز. النيوتريجينز دلوقتي اللي بتتعمل خريطه جينيه بنيجي نقول لواحد ان الفول مش هيعدي لك قوي، لكن الشخص ده نقول له لا الفول هيعدي لك جدا بالسكر بتاعك ودي هايدروسيميك اند، مش كده بعد كده مش هيبقى في نظام ايه؟ تطبع من على النت وادي ورقه لكل الناس، هيتعمل لكل واحد خريطه يقول له انت كل كذا ما تاكلش كذا، عكسها قد يكون اللي يتقال اللي بعده. يا اولاد يبقى كده عرفنا الكربوهيدرات بتاعتنا، ولكن لازم نحط في اعتبارنا بقى حاجه مهمه جدا وهي الفايبرز. الخضار والفاكهه. الخضار والفاكهه. الفايبرز اللي موجوده في الخضار والفاكهه مش زي السليلوز، يعني السليلوز اللي موجود في قشره الفول لا يوجد عندنا انزيم يهضمه. لان هو اللي بيهضمه اسمه السليلوز انزيم موجود في معده الحيوانات. وعشان كده لما بنحلم ناكله بيقعد 24 ساعه جوه بطنه يتكتم على نفسه. لانه ما بيتهضمش. ولكن احنا بنتكلم على الفايبرز الثانيه، الفايبرز اللي موجوده في الخضروات والفاكهه دي رائعه. اولا مش بس بتدي احساس بالشبع، بتقلل امتصاص السكريات لانها بتقفش السكر في الشبكه بتاعتها، تخليه يخش الدم بالتدريج، يخش حبه جسمه يتعامل، يخش بعدها شويه جسمه يتعامل وهكذا. عشان كده بنيجي نقول للعام بتاعنا كل برتقاله ما تشربش عصيرها. لانه لما كان البرتقاله كلها بالفايبرز بتاعتها، اولا مالت بطنه، ثانيا الفايبرز قللت امتصاص كميه السكر الموجوده وخليتها تدخل بالبطء. لكن لو دي كوبايه عصير برتقال انا شلت الفايبر، الحبه اللي انا هشربهم هينطوا في الدم كلهم مره واحده في عمود السكر. ليه؟ ما هي برتقاله بالفايبرز. الفايبرز لو انت قلتي ان فيهم فور اكزامبل 2 جرام سكر، حلو؟ هيخش ربع جرام، بعدها بساعتين ربع جرام، بعد الفايبرز عصير البرتقال اللي موجوده انت بتشيل الالياف، انت بتديله سايل بس يا ولاد. يبقى دي نقطه مهمه جدا، الفايبرز مش بس يا ولاد بتدي احساس بالشبع، الفايبرز مش بس كمان بتقلل امتصاص الريت اوف ابزوربشن اوف جلوكوز، ولكن الفايبرز كمان مهمه جدا لحركه القولون. عشان كده في امساك مزمن، لان لا في خضار ولا في فاكهه. استخدام الفايبرز مهم جدا لحركه القولون. اما اهم ما في الموضوع ان الفايبرز بتحمي في كل الدراسات من السرطان، بالذات سرطان القولون. وبقى ازاي؟ يعني مش بنتكلم بقى على حاجه كده اي كلام، ده مهم جدا الفايبرز بتاعتنا، وبالتالي تنوع الخضار والفاكهه ده مش رفاهيه، اساسي. ده بالنسبه للكربون. لما نيجي نتكلم على الفاتس بتاعتنا هنلاقي ان الفات عباره عن كوليسترول ماشي، فوسفوليبيد ماشي، انما في عندنا ترايجليسرايدز. انما في عندنا ايه؟ ترايجليسرايدز. الترايجليسرايدز بتاعتنا دي عباره عن سكيلتون من جليسرول اند فري فاتي اسيدز. هنا بقى ضربناها نتكلم على الفري فاتي اسيدز نفسها اللي هي هنستعملها في جسمنا. هو عباره عن كربون اتوم زي ما انتم عارفين، ولكن الكربون اتوم دي ممكن يكون فيها سنجل دبل بوند، وممكن يكون فيها دبل بوند، وممكن يكون فيها دبل بوندز كتيره. يعني هي كده اسمها فولي ساتوريت ما فيهاش دبل بوند، انما لما يبقى فيها دبل بوند ما بين الكربون اتوم، لو دبل بوند واحده بسميها مونو ساتوريت، لو تو بسميها داي، لكن لو اكثر من دبل بوند بنسميها بولي ساتوريت بولي سوري ان ساتوريت. دول مهمين جدا ليه؟ لان احنا لما نيجي نتكلم على الزيوت اللي فيها عباره عن مونو ان ساتوريت فات زيت الزيتون، لان في بوليك اسيد، بوليك فاتي اسيد ده مونو ان ساتوريت فاتي اسيد.
الاوليك ده رائع. زيت الزيتون دواء، لان زيت الزيتون اللي هو المونو انساتشوريت بيوطي ال ال دي ال الواطيه من الواطيه اللي هو دنسيتي، وما بيقربش من الاتش دي ال، ما بيقربش من الاتش دي ال. بينما لما نيجي نتكلم على اللي احنا بنتكلم عليه زي زيت الذره وزيت عباد الشمس، دول بولي انساتشوريت فاتي اسيدز. طبعا احنا دايما بنقول زيت عباد الشمس وزيت الذره كويس لانهم بيوطوا ال دي ال فعلا، ده شيء رائع، بس مشكلتهم ان هم بيوطوا الاتش دي ال. عشان كده التوب برايورتي لزيت الزيتون، بس زيت الزيتون ما يتعرضش للنار لانه بيتاكسد وممكن يبقى كارسينوجينيك. عشان كده يتحط على الفول، يتحط على السلطه. ازيك يا عطر؟ ازيك حبيبي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مش حاجه ربنا يخليك. ما قلتش مش حاجه ربنا يخليك. بطلنا عليك بطلنا ست عطر مش استنى يا حبيبي بقول لك يا ريت كل سنه رمضان. طبعا الناس كلها بتقول كده دي دنيا من ابعاد الفنون الماديه. في عيال قدال بتناقش رسالتها في رمضان عشان المناقشه بيبقى فيها اي حاجه جاتو بيبقى فيها عصايب. ده على بيناقش في نهار رمضان ما بيجيبش حاجه من الحاجات دي خالص. اوكي. طبعا على طول بنشك في الاوريجن اول ما طالب يعمل الحركه دي على طول. مش هنتكلم يعني. ما هو ربنا بعد كده بيجيب لك حد من اياهم من الاساس اقول له لا بعد الفطار يبقى سبب. مش عايز رمضان يا حبيبي بس بعد الفطار يجي له غسل. اوكي يا اولاد. يبقى احنا عندنا المونو انساتشوريتد فات ده مهم جدا زي زيت الزيتون. وعشان كده الازمات القلبيه في المناطق اللي بتستعمل زيت الزيتون قليله. يعني زي مثلا اللي اتعاملوا فيكم مع منطقه الفلسطينيين ومنطقه الاردنيين واللبنانيين والسوريين الاقي استهلاكهم لزيت الزيتون عالي. بس نصح اول ما تروح ما تفتكرش قوي لانه بيعمل اسهال زي ما بقول باعتدال. انك تلاقي اكلات كتيره جدا حلوه يعني تلاقي بيحط على الفول ليه وضع خاص كده بيروح عامل حاجه اسمها مسبحه بتحط بيحط عليها طبعا زيت الزيتون. فانت هتضرب اول مره يبقى قابلني بقى لو عرفت الكلام بالليل فاعتدل. انما زيت رائع لو لم يوجد هندي زيت عباد الشمس وزيت الذره بولي انساتشوريتد بس تكون عارف ان هم بيوطوا فعلا ال دي ال بس مع الاسف بيوطوا ال اتش دي ال. انما بقى الفولي ساتشوريتد فاتي اسيد دنسي باسوبا اللي موجوده في اللحوم الفولي ساتشوريتد اللي موجوده في الحاجات اللي فيها انيمال اوريجين الفات دراج سايت في الانيمال اوريجين ساتشوريتد. وعشان كده السمنه الصناعي كارثه المارجرين لان الفات اللي فيها فولي ساتشوريتد وبالتالي مش صح. الكلام الجديد ان الزبده فيها بيوتيريك اسيد. بيوتيريك اسيد ده ساتشوريتد شورت تشين. وكان الكلام دلوقتي بلاش الزبده صح. الكلام الجديد اللي اتنشر وهيتنشر كمان ان الزبده صحيه ومفيش منها اضرار. بس هذا الكلام ما يتقالش لان مش كله ايه. لكن الكلام الجديد خلاص ان الزبده صحيه. اما اللي هيتزاد عليه قريب قوي وخلاص على وشك النشر ان الحليب كامل الدسم عادي جدا ما يفرقش حكايه منسوع الدسم دي وقت. اوكي. نرجع تاني بقى دلوقتي لما سمعت الكلام ده ان من خلقه الله كما هو هو الصحي. هو الصحي لحد كده. يا ولاد يبقى هنا الدهون بتاعتنا وهي مصدر قوي جدا للطاقه الا ان احنا لازم نغسلنا لغايه دلوقتي بنقول طبعا زيت الزيتون توب برايورتي بس ما يتعرضش لايه؟ يعني ما ينفعش نطبخ بيه عشان الفيميلز بدل ما تيجي تكحلها تعميها. انما يتحط على البارد على حاجات كتير جدا صحي ومفيد جدا جدا. زبده بس بيحصل فيها اكسده لانك انت بتضطر تصفي منها وتعرضها النار. فالكلام لا الكلام دلوقتي لسه سنتر على بس البيور بايتر. يا ولاد يبقى كده عرفنا الكربوهيدرات عرفنا الفات. بس خد بالك كوكو نات برغم ان هو اويل بلاند اوريجن الا انه ساتشوريتد. عشان كده ما بنحبش نكتر منه. يعني زيت زيت جوز الهند اللي عنده امساك حلو. يعني معلقه صغيره من زيت جوز الهند السايل مش المكمد ها يتحط على الشعر كويس. ولكن لو اتشربت معلقه صغيره
من الكوكونات اويل بتساعد الطبيعه تبقى ماشيه كويسه لو معلقه كل يوم الصبح على الليل. ولكن طبعا هو الساتشوريت لو صحيه ما بتقدرش اتكلم في حاجه ثانيه كدواء في اولاد بتوصل امتناع يعني اللي عايز. طب دكتور ممكن ما فيش زيت زيتون للطهي؟ ليه؟ للطهي يعني انا جبت زيت زيتون كده مكتوب عليه للطهي يعني. ما تطمنش. حتى اتكلم في عمرو. ما تطمنش. عايز تستعمله ما تستعمله على حاجات سوتيه بعد ما تستمر. لكن ما تعرضوش للنار انه هيتأكسر. زي كده فكره ايه؟ فكره لما بنيجي نتكلم على الانساتشوريتد فات طبعا مش هتكلم دلوقتي عشان ما ازعلكوش المكسرات. اللوز. والحاجات دي مفيدة جدا ولكن مش متحمص. يعني لما تشتري لوز ني لو اشتريت لوز متحمص خلاص تحسن الأجزاء اللي دي. فتشتري اللوز الني والحاجة قبل ما تتحمص لأنها أكثر فائدة بكتير بتروح في البيت عن البيت كده ولاد. والكاجو الحاجات المهمة بس طبعا حاجة مهمة دلوقتي ما علينا. يعني ممكن انك انت تاخد بداية أو تعلق في ميدالية 2 كاجو ناني حتى وانت ماشي يقول طبعا هافية يقول لك في الطريق يقول لك كلمة ليلة بتاعه عادي لكن السودان ده مش أي حاجة ما تعرضتش لأنها تتخدع بالحرارة كاملة عشان كده الخضار السودان ده الزلال هافية بكتير جدا من الخضار المطلوب. يا شباب مساء الفل ده البنات هيضيعوا الأجيال الجاية والعيال الجاية كلها كاملة. يبقى لغاية دلوقتي عرفنا كربوهيدرات عرفنا ليبيدز نخش على المهم عارفين لما باعت وقلنا اديني ايه؟ اديني المهم؟ عارفين طبعا ايه المهم؟ خش على الكرسي. حيث ان كل العالم العربي من اكلات اللحوم. تلاقي اهم حاجه قاعد في كل المناسبات الدينيه تتحول الى اللحوم. يقول لك كلمني في العقيقه ويقعد يلغوص وينقط وحاجات غريبه قوي. طبعا حضرتك عارفين ان بعض اخواتنا العرب ما بيحبوش ياكلوا في التاريخ بالمعلقه. هو بياكل كده وكده ففي الحاج صاحبي قاعد هو و وابوه واخواته قاعدين في الصينيه المفروض في العك كان حوالي اربعه يعني هم اربعه. جه واحد سعودي راح قاعد واخد من الصينيه مكبس وبعدين بص فيهم كاملين راح عامل ايه؟ اسف وراح رامي على الرز كله. دلوقتي بقى هنا اوعوا تصدقوا ان اللحمه زي الفول. طب ما طلح بتفرجك ده كلام مصري. ده كلام مصري لان احنا عندنا في فرق ما بين بروتين اوف لو بايولوجيكال فاليو وبروتين اوف هاي بايولوجيكال فاليو. اللحمه والسمك والبيض مش زي الفول والعدس. ده كلام سياسيا بيضحك بيه على الغلابه. خلاص؟ ايه؟ ايوه اسم الله عليك بالظبط كده زي ما احمد فؤاد نجم ايه؟ لما قال لهم في اخر القصيده لما قال لك الدكتور محسن يا مزقلط اللي هو قاعد يقول لك بتاع الصحه ان الفول المصري يجعل بيه البني ادم فول. فقال لهم ايه؟ انتوا سيبونا نموت في اللحمه وانتوا تعيشوا تاكلوا الفول. مش انتوا عمالين تدي شعر في الفول في جمال الفول خلاص احنا عم احنا اولاد ستين خلينا نموت احنا باللحمه وانتوا عم عيشوا كل الفول. طبعا ايه الفرق؟ الفرق كبير قوي. احنا عندنا 20 امايو اسيدز. عندنا 20 امايو اسيدز. طبعا النهارده النيوتريشن في الصيام تجوع. عندنا 20 امينو اسيدز. 20 امينو اسيدز منهم 9 بنسميهم اسينشال او انديسبنسبل لا يمكن الاستغناء عنهم. ليه؟ لان التسعة دولت هم اللي جسمنا ما بعرفش يصنعهم لازم اخدهم جاهزين في الاكل. بينما ال11 الباقيين انا ممكن اصنعهم كجسم فتصرى وانا ما خدتهمش. حلو؟ دي نقطة مهمة. بروتين اوف هاي بايولوجيكال فاليو زي البيض والسمك واللحمة فيهم كل الاندسبنسبل امينو اسيدز. بينما الفول العدس اي بروتينات نباتية دايما ديفيشنت في بعض الامينو اسيد الاسينشال فلو اعتمدت عليهم هيجي مشاكل. مين هم بقى؟ الاندسبنسبل امينو اسيدز او الاسينشال امينو اسيدز هنحفظهم بطريقة سهلة. هنحفظهم بجملة بسيطة. الجملة دي اسمها I love Tutu but Tutu loves him very much. I love Tutu but Tutu loves him very much.
كده بقى I also receive love receive to throw you in but في نايل أنالين بس بيك for pen tryptophan to lysine histidine valine vitamin دول indispensable amino acid then I also receive love leucine toto proionine but phenyl alanine toto tryptophan loves lysine hem STD very valine much methionine يبقى هنا دول ال indispensable amino acid وده ال protein of biological value اللي احنا لما بناكله بنبقى مش محتاجين حاجه لان انا ما اقدرش لو كلت عدس او فول في بعض الناس في الاطفال حاولوا يعملوا عشان الفقر يعملوا كومبينيشن يعني بعض الاسينشال امينو اسيد اللي ناقصه في الفول موجوده في العدس بس هو ناقص حاجه ثانيه موجوده في الفول والحلبه فكانوا بيعملوا خلطه للاطفال يطحنوا فيها ذره ويطحنوا فيها حلبه ويطحنوا فيها فول وتتعمل فيكمل بوجبه بس الطعم ماليش دعوه بيه يا اولاد ولكن لازم نبقى عارفين ان في هاي بايولوجيكال فاليو اند لو بايولوجيكال فاليو عظيم يبقى لغاية دلوقتي احنا اتكلمنا عن الثلاثة الاساسيين ماكرونيوترينت مع الفايبرز اتكلمنا عن الكربوهيدرات عن الليبيدز عن البروتين اند الفايبرز وجود الاسينشال ماكرونيوترينت اساس في الانيمال ده معناه ان اللاب بيز دايت ده ريسك مع الشيطان ليه؟ اللاب بيز دايت في الانيمال ده ريسك مع الشيطان بص لا ما حدش قال كده ولكن هي الفكرة الأساسية بتاعتنا ان احنا لازم ناخد اي شخص عن الاعتدال بالدليل ان احنا بنتكلم على ان الفيجيتيريان فيتامين بي 12 ديفيشنسي اساسيه انت بتتكلم على بارابليجيا وكوادربليجيا بيتكلم على حاجه زار بريفرال نيوروباثي يبقى اي حد بيقول الحمد لله هذا الفكر بعيد عن المصريين والعرب تماما يعني اول ما بيخش يقول لك اللحمه فيها لحمه عندكم الفراخ النهارده ولا سمك ولا ايه فهذا الكلام الحمد لله انت ناتشرالي كبينج ان ارابيك ما احنا من الكلام ده خالص ما من الافكار الشريره دي بعيده خالص عن يعني ايه شوف طب حلو قوي يعني انا في حاجه ربنا خلقها طبيعيه وناتشرال هتبقى ده النصب اللي هنتكلم فيه بعد شويه ان انا عندي فيتامين اي فيتامين سي فيتامين اي انتي اوكسيدنت موجوده في الخضار والفاكهه هم قبل كده يضحك عليك المحارب في علبه بالدولارات قبل كده طب ليه؟ يعني ايه؟ والناتشرال سورس على فكره في الاخر هيثبت وهتحط في دي ان دي افضل طريقه لحفظه وانه بقى كده وهتشوف كده يا اولاد نخش بقى على المايكرو نيوترينتس على المينرالز والتريس اليمنتس الموجوده والفيتامينز اما نيجي نتكلم طبعا عن الفوسفات ده الخلطه بتاعت الاسمنت اللي محطوطه جوه العقل بتاعنا ودي حاجه مهمه هو مين الدولار بتاعنا في عمله الطاقه اللي بنحوله الطاقه بنشتري بيه طاقه الـ ATP اللي هو ايه؟ الليوزين تراي دونت فورجيت ان الفوسفات داخل في النيوكليك اسيد يعني الفوسفات ده مهم جدا لكن هو مصدر الطاقه وبالتالي هنا يهمني بياني لو كان في هايبر فوسفاتيميا هيبقى في مشاكل ولو في هايبر فوسفاتيميا هيبقى في مشاكل. الهايبر فوسفاتيميا عندنا مشاكلها طبعا ان انا ما عنديش طاقه ما عنديش الاي تي بي فبالتالي انا مرهق وعضلاتي تعبانه لو في هايبر فوسفاتيميا يا ترى بقى ايه اللي ممكن يخلي الفوسفات يتقوض؟ ابارت فروم هايبر باراسايتيزم اللي هتعالج الكالسيوم وتعمل هايبر فوسفاتيميا. ان من الممكن يبقى فيه فوسفات لص من الكدني وانتوا خدتوا طبعا هايبوفوسفاتيميك هايبوفوسفاتيميك ايه؟ ريكتس ما دي الخطه هيبقى يفقد فين؟ هيفقد في البول زي الفانكوني مش كده؟ وفي فاميليا وعلى فكره مع المالجنسي السرطانات في بعض الاحيان بتخلي كده تحدث الفوسفات في الشرع بتلاقي سيبيل اوستو ما
ماليش عند العام بتاعك. الفوسفيت ممكن يقل لو احنا بناخد الومنيوم هيدروكسيد اللي بنسميه فوسفيت بايندر في الانتستين فيجيلنا هايبوفوسفاتيميا. الناس اللي هنتكلم بعد شويه عن التوتال بارينترال نيوتريشن ان انا بديهم تغذيه كامله من بره، انا اللي بديهم ايه؟ ايه اللي هدخله في الوريد يعني؟ هدخل حاجات ما فيهاش فوسفيت عاده. هدخله جلوكوز وامينو اسيدز وفات فممكن يجي لهم فوسفيت ديفيشنسي. يبقى الهايبوفوسفاتيميا ابارت فروم هايبر باراسايتوزيز الهايبوفوسفاتيميا ممكن تبقى موجوده مع اليورينري فوسفيت، ممكن تبقى موجوده مع فوسفيت بايندر بناخدهم، من الممكن ان هي تكون موجوده طبعا مع التوتال بارينترال. المالجنسي بتطلع سايتوكاينز وبتطلع مواد تخلي الكلى تفقد زي دينا تشوكر اسيدوز، تفقد الفوسفيت بكميه كبيره. طبعا ارهاق رهيب في العضلات بيبقى موجود عند الناس. طب لو الفوسفيت عالي واليومين اللي فاتوا كان احد المعامل في مصر ثلاث عيانين جايين لك فوسفيت عالي طبعا مش راكبه خالص، عدتهم طلعوا نورمال لان العيان ما كانش عنده اي حاجه يعني. والهايبرفوسفاتيميا بالذات لو وصلت 7 اذا الامرجنس ستيت، لان الفوسفيت لو عالي في الدم هيمسك في مين يا باشا؟ هيمسك في الكالسيوم ويوصله كمان. الفوسفيت انتراسيلولار ولا اكستراسيلولار يا شباب؟ رايكم ايه؟ انتراسيلولار. وعشان كده كنت بدي مره درس القنصل احد الدول العربيه وقاعد بشرح له، فبشرح له لابد ما يقول اسال لي هو ده اللي حصل. ايه اللي حصل ده؟ هو قرر يلعب رياضه. في عندنا حاجه اسمها جلايكوجين ستورج في تايب 5 اسمه مكابتن. مكابتن ده ممكن يبقى شخص مش عارف يعني عنده مشكله في العضلات وتخزين الجلايكوجين بتاعه مش مهم قوي يعني. فلما يجي يعمل سيفير اكسرسايزز يحصل له رابتو مايوليسيس، العضلات تتحلل. فطبعا دي بتحصل امتى؟ لو ولد عايش عادي جدا وبعدين قرر يخش كليات عسكريه فراح يعمل اكسرسايزز يطب برابتو مايوليسيس. واحد طول عمره ماشي من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت ونقص بالاطباء ومقرر يتجوز على مراته، فراح عشان ينزل الكرش عمل اكسرسايز صاحبنا ده يجيله رابتو مايوليسيس، العضلات تتحلل. طبعا درجه حراره 41 المايكروبين بيسد الكلى يجيله رينال فيلر. البوتاسيوم اللي جوه في الخلايا بتاعه المسلز بيعلى جدا في الدم، والفوسفيت بيعلى جدا في الدم يروح ماسك الكالسيوم فنلاقي الكالسيوم تحت الارض. وبالتالي عندي هنا الهايبرفوسفاتيميا بتاعتنا. احنا قلنا زمان هايبوكالسيميا هايبرفوسفاتيميا وذ نورمال كيدني فانكشن يساوي هايبوبارا تقريبا المعادله دي. وبالتالي لو لقيت كالسيوم واطي وفوسفيت عالي يا اما ده رينال فيلير، لو طلع الكيدني فانكشن نورمال يبقى ده هايبو بار. واتفقنا ان زمان كنا بنقول حاله الاكروميجالي في اكتيفيتي ولا لا ايام ما كانش فيه قياس للاي جي اف 1 كنا بنشوف الفوسفيت ليفل، لان كل ما عالي الكروس هرمون كل ما عمل ريتنشن للفوسفيت، كل ما عمل ريتنشن لايه؟ للفوسفيت. يبقى انا عندي ثلاث حاجات اساسيه للفوسفيت يبقى عالي. واحد رينال فيلير، اثنين هايبوبارا، ثلاثه اكروميجالي وفي تحلل جوه زي الرابتو بايوليسيس. ده اول واحد عندنا الفوسفيت. تاني حاجه طبعا بطلناها بحثا في الثايرويد كان الايودين اليود. اليود بتاعنا ده بيجي من الحاجات البحريه زي ما حضراتكم عارفين او حتى النباتات اللي بتطلع جنب المناطق البحريه يبقى فيها ايودين. الايودين ده اساسي عندي لانه ده الماده الاساسيه لتصنيع مين؟ الثايرويد هرمون. وعشان كده المناطق اللي كانت بعيده عن البحار زي الهيمالايا جبال الهيمالايا او زي الواحات عندنا مفيش جنبها بحر كان دايما عندهم اندمج بويتر. ليه؟ ما عنديش ماده خام اصنع منها ثايرويد هرمون كويس، فالتي اس اتش اعلى جدا بيكبر الغده ويشغلها كتير تطلع الميوستو بس الغده تبقى قد كده، لدرجه ان هم لو لقي واحد في الواحات ما عندوش بويتر يبقى ده مش من الواحات، كنا بنسميها اندمج بويتر. انما اتحلت الازمه طبعا دلوقتي بايه؟ ايودينايز صوت الملح دلوقتي اليودي. ده بالنسبه للايودي. انما طبعا في حاجه بسيطه ما بناخدش بالنا منها فلورايد، عشان كده اقول لك دايما معجون اسنان ايه؟ الفلورين الفلورايد. ده مهم جدا عشان طبقه الانيما بتاعت السنان موجود الحمد لله طبعا في الحاجات البحريه موجود الفلورايد، ولكن على فكره في مصدرين والميه في مصدرين اساسيين على فكره ما بنحسش بيهم بالفلورايد، معجون السنان
التوث بيست موجود فيه فلورايد، والشاي والشاي فيه فلورايد. ادينا كمية بسيطة تحافظ على الانامل بتاعة الاسنان بتاعة حضرتك، لكن لو حصل زيادة في الانتيك بتاعة الفلورايد بيحصل فلوروسيس، تجيب النتيجة عكسية، تلاقي الانامل بقى الانامل بتاعتك دي المينا بقت لوس اوف لوس، اللاستر ما بتلمعش بقى فيها ممكن تنقيط. لكن المصيبة السوداء لو في تلوث في مصادر المياه، تلوث تسممي بالفلورايد، كثافة العظم بتزيد بصورة بشعة، وده شيء مش لطيف. وحتى الليجامنتس بلاقي كالسيفالت، ده الفلورايد بويزون، بس ده ما يجيش من المصادر الطبيعية. لو حد عم يشرب ميه ولا معمول سنان سكر دور البيت ولا هذا الكلام ما يعملوش حاجة، لكن هنا تلوث مصادر المياه بالفلورايد هو اللي يعمل فلورايد بويزون. زي ما زمان كنا بنقول ان عايزين نقلل عدد السكان في مصر، عايزين نقلل عدد السكان في مصر، لما ملاحظين الفيرتيليتي قلت في مصر، الفيرتيليتي قلت في مصر، لان التربه بتاعتنا ما فيهاش زنك، والاجيال بتقصر لان التربه بتاعتنا ما فيهاش زنك. ده الزنك ديفيشنسي، ده الزنك ديفيشنسي. الزنك ديفيشنسي ده بيعمل ستانتد جروث ويقلل الفيرتيليتي. ولان الزنك ده مهم جدا فور ستابيليتي اوف ذا دي ان ايه بتاع الخلايا، يعني عشان اصنع خلايا جديده لازم يكون عندي زنك، لازم يكون عندي ايه زنك. الزنك كمان برضه من انزيمز مهمه زي الالكالين فوسفاتيز وزي الكربونيك انهيدريز، ولكن الاساس مهم فور ستابيليتي دي ان ايه بتكون خلايا جديده. عشان كده الزنك ديفيشنسي من البدايه ستانتد جروس اند فيرتيليتي، على الأضلت بقى الشعر بيقع. عشان كده لما تروح للدكتور تقول شعر بيقع بيديوها ايه؟ ميجا فيت زنك، وتخلي الجروح تتأخر في الالتئام بتاعها لان مفيش دي ان ايه، وتحصل حاجه اسمها اكزيماتويد ديرماتايتس من الزنك ديفيشنسي. نزل في مره في امتحان ماجستير كومنت اون هايبوزينكيميا، العيال كلها عملت كده هايبوزينكيميا، تمام؟ يا ترى بقى مين العرضه للزنك ديفيشنسي؟ احنا في مصر عشان التربه ديفيشنت، فكل العناصر اللي عندنا ديفيشنت في الزنك، ولكن الناس اللي على دياليسيس هيمو دياليسيس بيفقدوا الزنك، الدايابيتكس اللي عندهم عاده الزنك قليل. اما نتكلم على التوتال بارنترال نيوتريشن، عشان كده في حاجه اسمها تريس اليمنت اسمها نونان، عباره عن فايل بيبقى فيه تريس اليمنت، لما بندي حد بروتين وكربوهيدرات في الوريد بنحطها له عشان نعوض التريس اليمنتس اللي ممكن تبقى ديفيشنت. يبقى هنا في عندي بوسيبيليتي او هايبوزينكيميا، وخصوصا ان الزنك كمان موجود في الحاجات الغاليه، يعني موجود في الاويستر، في المحار، موجود في السردين، موجود في الكبده، فعشان كده الديفيشنس بتاعته بتبقى سهله. اوسخهم على الاطلاق طبعا ستانتد جروس and decreased fertility ثم delayed healing of wounds تأخر التهاب الجروح، dermatitis والشعر يقع. يبقى ده الزنك بتاعه. النحاس طبعا الحمد لله موجود في اللحوم وموجود في غيرها بكميه قليله قوي، ده مطلوب عندنا لان نقصه بيعمل بون رانيفاكشن ويعمل هيموليسيس، بون رانيفاكشن ويعمل هيموليسيس. لغايه كده متفقين يا شباب؟ يبقى كده اتكلمنا الى حد ما على التريس اليمنتس. طبعا الحاجات الاساسيه الثانيه احنا كل واحد بيتكلم في مكانه بالتفصيل، زي الكالسيوم يعني اتكلمنا في البروتين بالتفصيل عن الكالسيوم. دلوقتي بقى حضراتكم عايزين نجاوب على سؤالين. حضرتك دخل معاك عيان، اول حاجه هتكتبها غذاء، وطبعا العيانين الكرونيك هيجروا وراك في الاسم على طول، يقول لك يا دكتور والنبي والنبي غيرني العلاج خليه غذاء صدري، لان الغذاء الصدري بيبقى فيه هاي بروتين دايت، فبياخد نص فرخه هو قاعد في المستشفى عشان ياكل، على فكره كتير منهم قاعد في المستشفى عشان ياكل، مش ياخد ورك فرخه ياكل، ياخد ورك وسبه، فده نقطه مهمه. النورمال فوسفورس بيبقى من 2 ل 4 2 ونص ل 4 ونص. يا ولاد دلوقتي بقى يا شباب عايزين نفهم انواع الاكل المختلفه اللي حضرتك ممكن تكتبها للعيان، اللي لو ما كتبتهاش مسؤوليه التغذيه والحكيمه هتيجي تقول لك يا دكتور ما حددتش، الحمد لله ما حددتش نوع الغذاء. كلير ليكويد دايت. يعني ايه كلير ليكويد دايت؟ كلير ليكويد دايت ده يا اولاد
يعني ميه وحط عليها سكر ببساطه. يعني العيان لازم ياخد دايت سايل بس شفاف. سايل وايه؟ وشفاف. يبقى سايل وشفاف ده كلير ليكويد دايت. ده ممكن ادي لواحد لسه طالع من العمليه. وطبعا بعد اي عمليه بتيجي الامعاء بعد العمليه بتتعمل في البطن بتبقى ما بتتحركش، فدايما بنقول له كل ما ايه تطلع ريح. لما يطلع جهاز معنى كده ان بقى في حركه، وخصوصا الجراح دخل جوه قفص بايديه ورجليه فبقى في انجاز. طيب اول ما ياكل بقى نقول له روح اضرب لي مثلا سندوتشين فول وطعميه، يعني الرحمه حلوه برضه. فممكن بقى تبص الاوبرا تبقى على طول وتجيب كلير ليكويد دايت. دي حاجه بسيطه طبعا، مصر لن يقتنع بهذا الكلام. طيب ربنا كرمه هذا الشخص وابتدى يتحسن. في عندنا حاجه اسمها فول ليكويد دايت. مثلا في عندي عيان ستروك، العيان كوما، اسيبه ما ياكلش يعني؟ يبقى بتديله العلاج ويموت من الجوع، يبقى بنهرج يعني، ولا يمكن تاكله لانه هيشرق. فبتركب له ايه؟ طيب واحد واعي وعنده بمبر بولسي يعني هيشرق ويموت، فلازم اركب له رايل. طب الرايل ده احط فيه حته لحمه بخلطومه قد كده، يبقى لازم ومش هفضل اديله ميه سكر يعني، فلازم اديله فول ليكويد دايت. ازاي بقى الفول ليكويد دايت دي؟ احنا بنقول للمدام اعملوا له شوربه خضار واطلبيها في الخلاط. بقت سايله. بقت سايله. لبن. فول ليكويد دايت. طبعا ممكن نقول لها الشوربه العاديه دي بس اضربي نسيج فرخه فيها في الخلاط عشان تبقى فيها بروتين مربوط وده رائع. فول ليكويد دايت. زبادي وميه. تبقى سايله وتتاخد. ده اسمه فول ليكويد دايت، بس دايما بنحصل من حاجه في مصر. الا وهي حاجتين. الحاجه الاولانيه ما تبقاش الحاجه من على النار سخنه على اعتبار ان هو مش هياكلها، اروح حاقنها له في الرايل تنزل تحرق معدته. دي اول خطوه لازم تربي عليها، ما تتخيلوش ده بيحصل. ثانيا العيان نايم في كوما والرايل راكب، ما تجيش بقى تستسهل وتروح ماسك الخرطوم طالع من مناخيره وهو نايم في ده. فالاكل يخش كده وبعدين يرجع كده. فدايما بنقول له انا اقعد ورا ابوك وخده في صدرك. يعني ايه خده في صدرك؟ يبقى قاعد وراك ان هو مخدة، والراجل يبقى نايم كده والخرطوم اهو، فهو اروح ماسك الخرطوم من ورا وحائل والراجل سيب سيتنج بحيث ان الاكل ما يرجعش. مفيش حاجه اسمها استسهال، مسك الرايل والسرنجه وضغط فيها والراجل نايم فلات، هيحصل له اسبيريشن. البوزيشن ان هو بصي انا قعدت كده فهم يقعدوا كده. طب هيستنى ازاي هو مثلا كوماتوز؟ حد بيبقى قاعد وراه؟ خلاص زي ما بنفوق واحد مغمى عليه قعدوا كده في سترنا، يبقى هو قاعد كده والولد او ابوه او ابنه قاعد وراه، فيبقى هو مسنود على ابوه او الخرطوم كده، فالواد يمسك الخرطوم من وراه والسرنجه اللي فيها الاكل يحكيها في الراجل. ان هو كان نايم ازاي؟ نايم عادي، واحنا ماسكين الخرطوم اللي طالع من مناخيره وهو نايم عادي وحققنا فيه. فهو نايم فلات اخش الاكل كده وبعدين يرجع كده. بالعكس لما يكون كده مش هيرتد الاكل، مش هيحصل له اصلا حاجه كده يا اولاد. ده اسمه فول ليكويد دايت. طب واحد عنده قرحه ونقول لها بقى يا حاجه روحي هاتي له بقى ايه فضله خيرك مسبك عكاوي مثلا؟ ما ينفعش. عارفين العكاوي ده؟ اه اكيد اكيد. في حد فيكم كل عند الراجل بتاع البابا ده؟ سوفلي برنس. برنس اه زي كان حمارين كده مشكله على الرصيف كده وقاعده فلنا. يعني احنا بنعشق العباب. ومره يعني انا معايا نسيبي بيموت في الحاجات ديت ويشد الرحال هو ومراته، الحمد لله بجمع اللي لما وفى. ومرتين يعني عرفوني في عشي خلاص، قلت لهم بعد كده انتوا تاكلوا اللي هتاكلوا ما حدش يقول. مره قالوا لي في الصحون في مره قالوا لي حماده شبهي. ماشي الراجل بيكسب يا اخي، خليك نضيف بقى بلاش نتانا مصريه على الرصيف والكراسي محطوطه وعيش منتن ومعفن مرمي حواليك بكميه رهيبه وقطط والكلاب عماله تاكل فيه ومفيش حد طبعا واقف فوق دماغك. ايه القهر ده؟ طب انت راجل بتكسب يا معفن ما تنظف الشارع اللي انت بتستعمله، لكن النتانه بيلت ان. في مره برضه قال لي نروح نتسحر بعد السنه اللي قبل الفاتت في الجحش السيده زينب. هو راجل حد صور الجحش على فكره محل اقسم لكم بالله العلي العظيم طبعا المحل امم تمام. المشكله ايه بقى؟ انه جنبه مقلب زباله فمش منظف والله العظيم، حاطط الكراسي فوق الزباله والناس قاعده بتاكل. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟
عشان كده اولاد ماكدونالدز شوفوا عمل ايه، وكنتاكي وتركا وابو شقره برط عندنا هنا في مصر ما خرجش للعالم ليه؟ لانه مصري ما فيش فكر، هو حلو او جايبه خلاص وبعد كده تندحر. بينما هو شوف ابو شقره ده من سنين 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 سنين، لو ده امريكاني او واحد بيفهم مش مصري كان زمانه غزل علم العربي كله، طبعا ليه فرع على فرعين، كان غزل علم العربي وخرج بره زي ما عمل تكة وخطيس وكده. انما احنا فكر موظفين حلوه كده، خليك كده حلو، مش هتفضل كده، هتندحر هتندحر زي ما انبحر. فبالتالي لما نتكلم بقى هنا على الغذاء القرحه بنقول سوفت بلاند دايت، انت بتكتبها للحكيمه باللغه العربيه غذاء قرحه. ايه بقى غذاء القرحه ده؟ بيضه مسلوقه مش بالسمن البلدي، بيضه مسلوقه، تشيز جبن، كيك، بطاطس مهروسه مش متحمره، بوريه ماشي. يبقى هنا ده اسمه غذاء ايه؟ غذاء قرحه، سوفت بلاند دايت. طب افرض في واحد عنده انفلاماتوري باول ديزيز، عنده ألسر كوليتس، تدخله فايبر وخس وخيار وسلطه وفول، يا نهار اسود دول هينزلوا على القولون المتعور ده يحركوه يخلوه ينزف فول الدم. برضه هتديله حاجه اسمها نورز انجي دايت، هي قريبه جدا من السوفت بلاند دايت. احنا عايزين حاجات تبقى ابزوربت، ما بقاش فيها فايبر توصل للقولون، تشيز ندي بيض مسلوق مش مشكله، كيك نفس الكلام. انا عندي كده في سوفت بلاند دايت سب قرحه، وفي لو ريزيجلي دايت للانفلاماتوري باول ديزيز. طبعا في عندي دايت ممكن اقول عليه لو بروتين دايت، بكتب له لو بروتين دايت، بس رجعوا خدوا بالكم من حاجه، حضراتكم بتعملوا ايه؟ عيان عنده ليفر ديزيز وعنده ضغط وعنده سكر، فبتروح كاتب له ايه؟ غذاء قليل الملح قليل البروتين سكري، وبيطلع له ايه؟ ربع كوبايه لبن على الغداء. مين تيك كير؟ لما يبقى في حاجات كتيره كده ممكن الراجل ما يطلعش حاجه. فلازم تاخد بالك، انت بتكتب له غذاء سكري قليل الملح قليل البروتين. حل يعني اختار طلع له ايه؟ مفيش حاجه ما تطلعلوش حاجه، فلازم تاخد بالك منه. فعندنا لو بروتين دايت طبعا في كرونيك ليفر ديزيز، في رينال انفيرمنت، بحط غذاء قليل البروتين. كلمة عديم في الانكيفالوباسي ما تزيدش عن 48 ساعة. كلمة عديم البروتين ما تزيدش عن 48 ساعة، إنما الغالب كله بيبقى قليل البروتين. طبعًا خدنا البال أبزوربشن، وخدنا في حاجة اسمها جلوتين انديوست انتروباسي. جلوتين ده هو عبارة عن إيه؟ البروتين اللي موجود في السيريال، اللي موجود في الحبوب. وهنا بعض الناس بيبقوا سنسيتيف وعلى كبر على فكرة، 30 40 وأكتر في الستات. مجرد ما ياخدوا القمح والشوفان والشعير، البروتينات اللي فيهم لما تخش الانتستين جهاز المناعه يدمر الفيلاي كلها بوجود المواد دي جواها، ويبقى فيها سب توتال فيلس اتروفي موجود عند العيان بتاعنا، فاكرينه بقى ابزوربشن اسهال رهيب ونصف البودي ويت، ونقول ان عندهم جلوتين انديوزد انتروباسي. علاجها ان انا ابعد عن الجلوتين، فبنسميها جلوتين فري دايت. مش كده لو دخلت سوبر ماركت بره هتلاقي في ارفف مكتوب عليها كده جلوتين فري دايت. طبعا العيان ده لازم ياخد كربوهيدرات، بس ما حبكتش ياخد قمح، ممكن ياخدها بطاطس ياخد الكربوهيدرات. وعشان كده هتلاقوا فيه ما ينفعش ياكل عيش. يعني انا عندي عيانه اتظبطت زي الفل بالجلوتين فري دايت، وطبعا هو اوتو ميون فعندها هايبوثايرويد. يعني الدنيا لبخت تاني، لبخت بالجرعه اللي احنا كنا بنديها لها. ليه؟ لانها بوظت الانتستين بتاعتها. طب بوظت الانتستين ليه؟ بقول لها تعالي ايه اللي حصل؟ قالت لي ما انا بقى ماشيه منضبطه الا في العزومات. نعم يا اختي، جهاز المناعه مش محتاج كميه كبيره، جهاز المناعه محتاج حد يعمل له كده بس، يعني لقمه عيش بس. لازم مناعه هجوم شامل كامل يمسح كرامه الله الحرب، مش هتصرفش فاهمين. وتقرفني انا بقى في جرعه الديتروكسين، ما الجرعه كانت بقضيها عشان بتمتص، انما دلوقتي ما فيش بالله، باخد لها 300 مايكرو جرام وما فيش حل. مفهوم يا ولاد؟ بيحصل ريجنريشن، بمجرد انك انت تروح على الجلوتين بتحصل ريجنريشن بالله، تبقى زي الفل، بتبقى نورمال ورجعت نورمال. الكارثه بقى ايه؟ ان هي عارف انت مصريين يعني مش اكيد مفيش حد واخد باله بقى ما يضرش بس دايريا لوس اوف بودي ويت اهم حاجه. اوكي؟ اوكي لكن طبعا الفيتامين ديفيشنسي كلها تبقى موجوده.
يبقى لغايه كده عرفنا مع بعض يا اولاد ان احنا في عندنا. طب امتى بقى نقول لو كربوهيدرات هاي بروتين هاي فات يعني اقل الكربوهيدرات؟ ركزوا معايا. في ناس بيجي لهم بوست برانديال هايبوغلايسيميا يعني بعد ما ياكلوا تمام بيطلع انسولين اكتر من الطبيعي عندهم يروح حرق لهم السكر كله ودخله في هايبوغلايسيميا. هو مين اللي عمل ستيميليشن للانسولين؟ السكر. فعشان كده بنقول الحالات ديت هي طبعا بتبقى خايفه تخش في هايبوغلايسيميا فبتعمل مصيبه سوداء. واحنا بنبقى رايح الدكاتره كل كربوهيدرات وحلويات وبتاع فتخش في هايبوغلايسيميا اكتر. عشان كده دايما بنقول لهم ايه لو كربوهيدرات هاي فات اند بروتين عشان نقلل السكريشن اوف انسولين مش نزوده. فاهمين يا ولاد؟ عظيم. يبقى كده عرفنا مع بعض طبعا زائد ان انا بزود الفايبرز. الناس اللي عندهم امساك مزمن دايما بنقول لهم كله برتقال. على فكره الليمون بيعمل امساك يعني برغم ان السيترس البرتقال يمشي الطبيعه الليمون يعمل امساك. فخدوا بالكم. لا لما تحصل بوست براند هايبوغلايسيميا انا بشك ان عندها بقى ديابيتيك بايت لان في بدايه تخليف البيتا سيلز بيبتدي يطلع ديليت فيز ساتوريتد. وفي ناس ايديوماتيك بوست براند هايبوغلايسيميا وكل اللي بيروحوا عشان يعملوا عمليات تخسيس بيدوا بوست براند هايبوغلايسيميا اللي هي العمليات الكبيره الباي باس بيدوا بوست براند هايبوغلايسيميا. كده يا اولاد عظيم. دي انواع الوجبات. طيب يا ترى بقى انواع الفيدنج اللي انت ممكن تتعرض ليها للمستشفى؟ طبعا واحده داخله تعمل عمليات تكميل بتدفع عادي يعني مش مشكله. وطبعا الستات شغالين ما شاء الله عدل مناخير ونفس يعني بتوع التكميل في اخر حلاوه وبيطلعوا بالطقم بالاصحاب يعني. يعني انا العياده عندي فيها حصانه بالعطا بتاع الليزر والتكميل في العماره فبتلاقي ست بنات طالعين مع بعض ما شاء الله ست يعني. هو الراجل قاعد بيتهيألي بياخدهم بالجمله سعر الجمله غير سعر الفرد. هنا بقى يا اولاد دي تاكل قاعده تاكل تضرب زي ما عايز انا بقى نبات. انما احنا بنتكلم بقى على انترال وبارنترال. انترال وبارنترال. انترال يعني عن طريق الجهاز الهضمي بس في مشكله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان زي ما احنا ادينا مثال نركب فيه الرايت عيان من العيانين بتوعنا عنده بامبر بولس جاله ستروك بيشرب وينزل الشوربه من مناخيره ممكن يجيله خراج في الرئه يبقى اركب له رايت. عيان مش واعي ما شربوش اركب له رايت. ليه احنا بنحب الانترال؟ ليه مثلا العيان ده ما ادلوش جلوكوز وانا عندي في المستشفى جلوكوز وامينو اسيدز وليبيد بغض النظر عن الثمن يعني بس هل لا الانترال فيدنج افضل مليار مره. ليه افضل مليار مره؟ غير انها تشيب لان انا هعتمد على اكل البيت. النقطه هتحافظ على الجت فلورا هتحافظ على البكتيريا اللي موجوده في الامعاء اللي بتطلع فيتامينز وبتحاسب الباثوجينيك وتحافظ على الديفلوبمنت اوف اللاين. شوفوا بقى اهميتها قد ايه قصوى الانترال فيدنج ثم انه ذا سيفست روت اكتر طريق امن. ليه؟ انت بتحط الاكل بتاعك الساندوتش فيه مليار بكتيريا بيتنشوا في الاتش سي ال في الاستومك بيتحرقوا ثم بعد كده انت عندك في الانتستين ميكانيزمات. يعني ايه ميكانيزمات؟ يعني هاخد اعمل ابسوربشن اللي انا محتاجه ولا مش محتاجه مش هتخلو. يعني لو انا اديت حديد كتير طز ما انا في عندي دايفالنت ميتال ترانسبورتر هيعمل لي ابسوربشن اللي انا محتاجه والباقي ينزل. فهمتوا؟ سو ات از ذا سيم سترول. وعشان كده لما اديه هيبقى في هايبرجلاسيميا ولا عاده هيبقى في هايبرجلاسيميا ولا الكترولايت ديستربنس ولا كوارث من دي ولا انفكشن خالص. وبالتالي الانترال از ذا بيست. خدوا بالكم عشان بس ما حدش يستغرب دلوقتي في انترال بامب في انترال فيدنج بامب الشركات بتعملها المستشفيات الكبيره موجوده فيها مضخه بتحط فيها عصاير بتحط فيها اكل مهروس بتحط كود طبعا سايل وتبتدي تتوصل بالراين وبريك معين تمشي له الاكل. دي انترال فيدنج بامب فدي مهمه. يبقى هنا الانترال فيدنج رائع. هلجا فيه يمين زي ما اتفقنا عيان عنده ستروك عيان بلبل بورتسي عيان كوماتوز لاي سبب يبقى هديله انترال فيدنج عن طريق الرايت والرايت فورم صغير يبقى لازم يكون فول ليكويد دايت. فول ليكويد دايت مفهوم يا شباب؟ يبقى ده الانترال. انترال رائع مفيش فيه مشاكل لا انفكشن ولا الكترولايت ديستربنسز ولا بلاوي لكن قد اضطر البارنترال فيدنج. في واحد عنده اكسترنال اوبستراكشن
الانسايد انستراكشن ده ام جوينج تو مانج او كويري الانسايد انستراكشن، ابتدي بقى انا اقعد اكله واشربه؟ مش هينفع. حد بعد عمليه جالها الياس والياس مطول اسيبها تكون بعد الهايبوكلاسيميا مثلا، ففي الحاله دي انا مش هقدر استعمل الجي اي تي خالص. سيفير انفلاماتوري باول ديزيز نزيف رهيب، مش هقدر استعمل الجي اي تي خالص باي نوع. واحد بنكرياتايتس لو انا اديته اكل عاده هتطلع البنكرياتيك انزايمز تكمل على البنكرياس. يبقى كل ده ممكن الجا لهم الى ايه؟ برينترال. يا اما بنركب كانيولا بريفرون ونعلق فيها المحاليل، او بنركب في السنترال لاين الكانيولا بتاعتي. انا عايز اديله جلوكوز، بديله جلوكوز، وبديله جلوكوز 10% كنيوتريشن، ممكن اكل ازازه 500 كل 8 ساعات. لو دايابيتك بنحط عليها انسولين، بنحط عليها اكترابت ريجولار انسولين عشان ما ارفعش السكر بقدر الامكان. بدي حاجه اسمها انترا ليبل ازايز فيها فاتي اسيد، ما فيهاش مشكله خالص، بتاخد الكوريين. بدي حاجه اسمها دوتامين، دي مجموعه كبيره من الامينو اسيد، امينو اسيد جاهزه مش محتاجه هاب، بتتاخد في الوريد. مشكلتي في حاجه واحده بس بالنسبه للعناصر اللي داخله، ان عندي الجلوكوز الكونسنتريتد يعني جلوكوز 20% بيحرق الفين. يعني لو انا اديت جلوكوز 20% او 25% او اكتر في الوريد بيتفرق. وعشان كده لو انا هدي هاي كونسنتريتد جلوكوز لازم اديه في وريد كبير، اديه في الانترنال جاكيولا. عشان كده ما تديش بريفرال اليمنتيشن كونسنتريتد جلوكوز، يعني لغايه 10% وكفايه. هتدي اعلى من كده بقى لازم تركب سنترال فينوس لاين او سبليبيان، لازم يبقى فين كبير والا هيتسد، هيتحرق، يحصل سكليروزس من الجلوكوز. وزي ما اتفقنا مشاكل البرنترال فيدنج رهيبه. لو اديت جلوكوز عالي انا داخل على الدم على طول بقيت هايبر جلوكوزيم، قللت بقيت هايبر جلوكوزيم، اديت بوتاسيوم عالي بقى هايبر كاليميا، اقل بقى هايبر، مفيش ميكانيزم. زائد المصدر انفكشن، زائد ان انا مركب سنترال فينوس لاين ده ممكن اجيب له ليموسوركس از كومبليكيشن. وبالتالي يبقى ويفضل الانترال فيدنج اذا كان متاح، ومش هلجا للانترال فيدنج الا لو ظهر لي الحته. ايه وغير؟ لان ممكن العام بتاعنا يبقى في عنده ترجيع مستمر موجود عندي، وكمان الهايبر كاليميا اللي موجوده، فلازم مش هيستفيد من اي حاجه في الحاله دي. بدي بس يوجوالي وي دونت شوز، يوجوالي وي دونت شوز. يا اولاد اخر بقى دردشه عندنا النهارده، هندردش عن الفيتامينز. هنفكركم بالكلام القديم والذكريات القديمه، ذكريات سنين الاكاديمي. فيتامينز فين كبير؟ لما ندي هاي كونسنتريت الجلوكوز، يا اما هدي في الانترنال جاكولا في سنترال فينوس لاين هتخبطني. فيتامين اي، فيتامين اي، فيتامين اي اولاد مهم جدا. فيتامين اي موجود في الاوراق الخضراء الملوخيه، النباتات ذات اوراق خضراء الملوخيه موجود فيها فيتامين اي، والملونه. الكاروت ما فيهوش فيتامين اي بيور، في كاروتين يلو كاروتين. توميتوس طماطم موجود فيها ريد كاروتين، ده بريكنسور فيتامين اي. البتر الزبده فيها فيتامين اي. فيتامين اي از ا ليبيد سوليبل فيتامين. فيتامين اي عشان يبقى ابزوربد احنا محتاجين بايت سولت طبعا. فيتامين ايه مهم جدا في العين لتصنيع مين؟ الكونز ولا الرودز؟ الرودز المسؤولة عن الديم فيجنز، مسؤولة عن الديم فيجنز. وطبعا كان احنا شعب عانى على مر التاريخ. تعرفين الانجليز لما احتلوا مصر هزموا وراه ازاي؟ غير بخيانة كونفوس باشا طبعا، لو تعرفوا التاريخ. دخلوا علينا بالليل، دخلوا بالليل لهم، كانوا عارفين ان كل المصريين عندهم 10,000 مانس، ولم يصمد امامهم في القتال سوى الكتيبه السودانيه اللي ابيدت عن اخرها. ولكن المصريين كلهم هم قرروا دخول مصر ومواجهه الجيش المصري والجيش العرابي مساء، ولم يكن عسكري مصري يرى بالليل. عشان بس تعرفوا انتوا جيتوا في ازهى العصور المصريه. الكلام ده جدا، افتح التاريخ واقرا. دوكيومنتد دوكيومنتد. يا اولاد احنا عندنا تصنيع الرودز مهمه جدا في الديفيجن.
مهم جدا فور ذا هيلثي سيليا. وعشان كده الناس اللي عندهم ديفيشنسي في فيتامين اي بيحصل لهم ريكرنت ابر ريسبيراتوري انفكشن بس من رايتس كتير. مهم جدا الهيلثي سيليا فنقص الحمل السيليا والزباله جدا بيحصل كده فانايزيشن. فاكرين اللي بتصفط كانت بتبقى موجوده خير الله معاك على خير وسكير السكير اتوز لو في كراك كومبليشن وبالتالي ديفيشنسي مايت لاينز ريكرنت انفكشنز بتصفط بتبقى موجوده عندنا. وبيبقى عايز لما تشوفه تبقى حاسس انك عايز تحميه. ليه؟ لان حوالين الهير فوليكل هيبقى في حاجه كده بنسميها بيريفوليكولار فوليكولايتس. هيبقى شكل انفلاميشن حوالين الهير فوليكل تحس ان في حاجه كما لو كانت قذاره طينه ما استحماش يعني. طبعا فيتامين ايه اي حاجه ليبت سوليبل بنترعب من التوكسيستي بتاعتها ويتكتب على الهايبر فيتامينوزز هام جدا 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 للامتحان. هايبر فيتامين يعني واحد عرف ان فيتامين ايه جميل جدا للنظر قعد يضرب فيتامين ايه. طبعا فيتامين ايه في موجود كيفيتون وقعد يضرب منه كتير قوي. جاله فيتامين ايه بسيستم اخطر ما فيهم حاجتين بناين انكريز انتراكرانيال تنشن يجيله اعراض ارتفاع ضغط المخ يقعد يرجع ويطلع ايمان ويطلع ايمان ويطلع ايمان احنا كمان يحصل هايبر كالسيوم. دول اتنين الجلد بيتشقق نمره ثلاثه فشل بارسكان الضوافر تبقى بريتل عماله تتكسر وتتقصر ويجيله انوريكسيا فقد شهيه رهيب. تبقى دي اعراض الهايبر فيتامينوزيس ايه اهم نقطه فيها دي بناين انكريز انتراكرانيال تنشن اند هايبر كالسيميا. ده فيتامين ايه. احنا طبعا فاكرين ان احنا بنحفظ فيتامين ليبت سوليبل فيتامين بكلمه ديك دي اي اي كي فخدنا ايه وفيتامين دي قلت ده بحث لو فاكرين. يبقى احنا خلصنا فيتامين دي ده في الاندوكراين وفي الميتابوليزم. فيتامين اي ليه دور مهم جدا كانتي اوكسيدنت بيمنع الرياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي بتدمر الخلايا. فده رائع عشان كده تلاقوا الامريكان منزلين عده دواء اسمها ايز A C E لو من فيتامين لو فيتامين إيه دوره في الفيرتيليتي مهم في الحيوانات مش في اليومان بيز. ده فيتامين إيه. نخش بقى على اللي مش عايزينه نسيب فيتامين كي. ركزوا بقى معايا عشان ده مهم لأنه يتفهم. فيتامين كي فيتامين كي is a limited soluble vitamin عشان يبقى absorbed محتاج إيه وايل سولت. احنا عندنا ثلاث انواع من فيتامين كي. فيتامين كي 1 ده موجود في برضو النباتات ذات الاوراق الخضراء بالذات السبانخ موجود فيها الليفر موجود فيه الكبده موجود فيها فده فيتامين كي. فيتامين كي 2 موجود عندي ويصنع داخليا تصنيع ذاتي بالبكتيريا فلورا بالبكتيريا فلورا وعشان كده مفيش ديفيشنت انتيك لفيتامين كي. يعني محدش يجيله ديفيشنسي فيتامين كي لانه ما بياخدش فيتامين كي لانه عنده جوه اللي هو فيتامين كي 2 الا حاله واحده بس البريماتشور بيبي نيونات بريماتشور اولا ما عندوش لسه جات فلورا واللبن ما فيهوش فيتامين كي كويس. فده لو ما كانش هيتعمل له كومبنسيشن لفيتامين كي ده الوحيد اللي هيبقى الحاله الوحيده اللي فيها ديفيشنت انتيك اوف فيتامين كي. انما حضرتك لو ما خدتش فيتامين كي خالص بص البكتيريا هتديك كي 2 كي 3 هو السينثيتك فيتامين كي بتاع المصنع. دور فيتامين كي احنا عندنا في فاكتورز اسمها 1972 فاكتور 2 فاكتور 7 فاكتور 9 فاكتور 10 دول بنسميهم فيتامين كي ديبندنت فاكتور. نفهم عشان العيب دي ما تبقاش مفهومه. دول بيتصنعوا وجود فيتامين كي مش وجود فيتامين كي هيتصنعوا ما بيتصنعوا فين؟ البروتين فاكتور بيتصنع فين؟ الليفر الليفر الحمد لله بيتصنع البروتين فاكتورز دي. بس لو فاكرين خير الله وما جعله خير في الدم كنا دايما بنقول ايه؟ كنا دايما بنقول في وجود فوسفوليبيد وكالسيوم صح؟ يعني عشان يمشي الكاسكيد بتاع البروتين فاكتور ونوصل للجلطه كنا دايما نقول ايه؟ بلس فوسفوليبيد اند كالسيوم مظبوط؟ طيب عشان العناصر دي تعمل انتر اكشن مع الكالسيوم ومع الفوسفوليبيد لازم يكون في كربوكسيل جروب
لازم تركب عليه ايه؟ كربوكسيل جلوكوز. يبقى هم تصنعوا بس عشان يبقوا بيولوجيكالي اكتف يقدروا يشتغلوا ويقدروا يعملوا انتراكشن مع كالسيوم وفوسفوليبيد لازم يكون راكب كربوكسيل جلوكوز. مين الوسطى اللي هيركب الكربوكسيل جلوكوز؟ كربوكسيليز انزيم. يبقى الحج بتاعنا ده اسمه ايه؟ كربوكسيليز انزيم. كربوكسيليز هو اللي هيركب مجموعه الكربوكسيل على الايه 1970. بيحتاج معاه صابيبيليا مساعد اسمه ريديوس. ركزوا معايا. فيتامين اي. يبقى المعلم اللي بيركب الكربوكسيل جروب هو مين؟ كربوكسيليز. مين البيليا اللي معاه؟ ريديوس. بصوا الكلمه ريديوس فيتامين كي. في التفاعل ده فيتامين كي بيتحول الى فيتامين كي ايبوكسايد متاكسد. متاكسد عشان اعمل له ريجينريشن وارجعه تاني لازم يكون في انزيم اسمه ريدكتيز. حد فاهم حاجه؟ يبقى عشان فاكتور 1970 هتتصنع في كي مفيش فكره هتتصنع هتصنعها الليبر لكن زي قلتها نوت بيولوجيكالي اكتف. عشان تبقى بيولوجيكالي اكتف لازم تركب عليها كربوكسيل جروب. وعشان يركب عليها كربوكسيل جروب لازم يجي الصنايعي بالصبي. الصنايعي هو الكربوكسيليز. الصبي اللي جاي معاه ريديوسد فيتامين كي. ريديوسد فيتامين كي بيتاكسد في العمليه دهيت ويتحول الى فيتامين كي اوكسايد. عشان يبقى ريجنريتد وعند استعماله لازم ريدكتيز انزايم. من اسم ريدكشن. عارفين بقى بهوات الماريفان الوارفرين والدندفان كومارينز انهبيت ريدكتيز انزايم. بس هو ده اللي بيعمله. هو ده اللي بيعمله. بيوقف ريدكتيز انزايم. فمش هيحصل ريجنريشن للدروس فيتامين كي. اخونا الكربوكسيليز مش هيشتغل. فيتامين 1972 كلهم موجودين ولكنهم زي قلتهم نوت بايولوجيكالي اكتف. اتفهمتي؟ وعرفتوا ازاي الوارفرين بيشتغل على الريدكتيز انزايم؟ على الريدكتيز انزايم. فيتامين كي ديفيشنسي زي ما احنا قلنا اولاد ما بتحصلش عاده في الانتيك الا في حاله واحده بريماتشور نيونيت. مفهوم؟ عشان ما عندوش جلد فلور. لكن ممكن يحصل فيتامين كي ديفيشنسي لو انا ما عنديش بايل سولت كونستراكتيف جونز او ما عنديش بايل سولت كرونيك ليفر ديزيز. في الحالات دي مش هيحصل ابزوربشن لكل الفات وفات سولبل فيتامين من فيتامين كي. هاو تو ديفرنشيت ما بين الاوبستراكتيف جوندس كسبب وما بين كرونيك ليفر ديزيز؟ بارنترال فيتامين كي. لو الحاله اتحسنت وما بقاش في بليدنج يبقى ده ليفر سليم بس ما كانش فيه بايل سولت نازله بالاوبستراكشن. عظيم. لو لغايه دلوقتي عرفنا فيتامين كي واهميه ديفيشنسي فيتامين كي هتخلي في بليدنج تندنسي زي ما كان موجود مع الاوبستراكتيف جوندس وزي ما بيبقى موجود في الكرونيك ليفر ديزيز اللي هو برولونج البي تي ولا البي تي تي؟ ليفر سيل فيلير. ليفر سيل فيلير الاثنين. البي تي والادفانسد ليفر سيل فيلير بس هو اللي كان برولونج البي تي والبي تي تي. وعشان كده كنا قلنا في حاجتين فيهم بي تي برولونجد وبي تي تي برولونجد. يا ادفانسد ليفر ديزيز يا اما دي ار سي. الكيس دي هي اللي هتخليك تكون شاطر فوق ما تتخيل. دي اللي بتحل لغز عيان متوحد. دي اللي بتحل لغز. انا بعت حاله سكليروديرما في الغالب الوقت صدر هيجننها. داخل كان كيب صراحه يعني انا قاعد هو كان عندي عيان اصلا عالجته من زمان دي بنت اخته. قال لها روح للدكتور خالد. انا مال اهلنا بحالات روماتولوجي. انا قاعد مستني الست تقول حاجه اندوكراين. لفيت وبقى لي ست شهور بلف وبعدها وهم دخلت شكلها باين والدنيا ضايعه معاها. ابتدت بين صوابعها بتتشقق. صوابعها بتتشقق وعندها صعوبه في البلع. بس وريت لي على فكره دكتور ايدي بص وريتني حتت بيضه كتير جدا في ايدها وقالوا لي ده بهاق. بها سكليروديرما. سكليروديرما تيبيكال سكليروديرما. وبعدها وانا اللي بعتها لبتوع الروماتيزم وادوار عياده بتوع الروماتيزم. رجاء الكي كان الهايبوبيجمنتيشن والايد اللي عامله كده انها لسه ما اكتملتش الصوره بصوره واضحه البيكنج اوف ذا نوز والاوبن ماوس والكلام ده خالص. سكليروديرما سكليروديرما يعني ده هو بتوع الروماتولوجي الزيتيكي. لو جت صابر جندها هتبقى اول ناس تشوفها.
يا ولادي. فهنا مهم جدا الكيس دي اللي احنا بنقولها بنعمل على ستريس لانها هتساعدك قوي. دلوقتي بقى شباب ادفانس الليبرسل فيجر، لان الليبرسل فيجر في البدايات بي تي بس. لما الحاجتين اللي يعادلوا بي تي، لو لقيتي عامل بي تي عادي وبي تي تشيل الرم الاثنين، يا اما ليبر خلاص بيموت من الليبرسل فيجر، يا اما تدي اي سي على طول. تبقى كومبنسيتد بخطوات ثانيه. يا ولاد ليه؟ هو ليه؟ هو البي تي تي. هو البي تي الانترنسك الاكسترنسك، البي تي تي الانترنسك. البي تي ده يحكيك بس 3 و7 يا رجعنا للمطولوجي بتاع بعدين. يا ولاد انا بلطش كده، شفت الدنيا اتفرج ايه، اسعدتوني بصراحه. ولا انت وهو؟ ما شهر 6 خلاص؟ شهر 6 ها؟ 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 دلوقتي بقى شباب عايزين نخش على الووتر سوليبل فيتامينز. طبعا عندنا في الووتر سوليبل فيتامين مجموعه فيتامين بي، وعندنا اللي هي بي كومبلكس كلها وفيتامين سي. تعال ناخد فيتامين سي. فيتامين سي ده موجود في الفريش فروتس، ركزوا معايا مش اللي مخزونه، لان اول حدث سجل فيه في التاريخ إصابة بالسكيربي الإسكاربوت كانوا في بحارة السيد باسكو ديجاما، مش بيجاما، باسكو ديجاما، وهو بيلف حوالين رأس رجاء الصالح. الحاجات والخضروات والفاكهة اللي عنده كانت مر عليها شهور في التغذية، فالبحارة بتوعه سنانهم وقعت ونزيف من الأسنان، أي لمسة في العظم ينكسر، ونزيف كتير جدا تحت الجلد حوالين الهير فوليكلز بتاع فايبروسيس، فبنسميها وودي ليك. يعني كما كانت رجله خشب من كتر النزيف ما حصل وتليف حصل، الرجل بقت قفشه كلها اللحم والعضلات على العظمه، فكما كان رجله خشب. ليه كده؟ ليه حصل كده؟ حصل كده طبعا ان فيتامين سي بيبوظ بالتغذيه، والاونلي انيمال سورس اوف فيتامين سي دي مهمه الليفر. الليفر ذا اونلي سورس انيمال سورس اوف فيتامين سي از ذا ليفر. لسبب بسيط يا جماعه، خدوا بالكم، احنا ما بنحب حد بيكون عنده نقص حديد بنقول له كل ايه؟ كل كبده. كبده مليانه حديد صح؟ وربنا سبحانه وتعالى حاطط فيتامين سي، لان فيتامين سي هو اللي بيحول الفرك الى الفرس عشان يبقى ابزوربنت. وعشان كده مثلا تلاقوا البدل يعملوا حاجه لذيذه قوي، ياخد الكبده دي يشممها بنار عشان ما يبوظش الفيتامينز بتاعتها، ويحط عليها ليمون عشان فيتامين سي. فتلاقيها دي قمه الاستفاده، بس طبعا ما تعملهاش في مصر لأنه قد يكون جوه الليفر مشلول. والله يرضى عليكم، هنا في مصر لا أمان، إنما هو الراجل مربي الغنم بتاعه وعارفه، فعارف كويس قوي هو مأكلهم إيه، مش مأكلهم زبالة. أوكي يا ولاد؟ يبقى هنا عرفنا مع بعض. طب دور فيتامين سي في كل العك ده، ليه نزيف حصل؟ ليه العظم بيتكسر بسهولة؟ ليه السنان وقعت؟ لأن كل دول جدار الكابيلاري في كولاجين فايبر. العظم في كولاجين فايبر، السنان فيها كولاجين فايبر. طب ايه فيتامين سي في الحته دي؟ ان الكولاجين فايبر لازم يبقى فيه حاجه اسمها هيدروكسي برولين، امال مصر، والبرولين عشان يتحول لهيدروكسي برولين محتاج فيتامين سي. وبالتالي عشان اكون كولاجين فايبر سليمه لازم يكون عندي هيدروكسي برولين، يبقى لازم يكون عندي فيتامين سي. وبالتالي نقص فيتامين سي هيخلي السنان تقع، كابيلا بتبوظ، بقى فيه نزيف من الاسنان ونزيف تحت الجلد ونزيف في كل حته، وفي نفس الوقت طلع عظم يتكسر بسهوله. ده اللي بيطلق عليه سكيرفي، وباللغه العربيه الاسكربوت، مرض الاسكربوت. يبقى هنا مهم. طيب هل بعد كده نروح ما جبت السيره ان هو بيقي من نزلات البرد؟ هذا الكلام لم يثبت علميا. ماشي، دي اول حاجه. ليه؟ طب ما في 100,000 حاجه، ده فيتامين ايه قوي؟ واهم طبعا فيتامين سي ووتر سوليبل. لو انا خدت انا الزياده هتنزل في البول، بس في مصيبه، لو احنا خدنا زياده هو اريتيتف للاستومك، اصل هو طعمه حلو،
يعني في تاسكربون وفي تاسين سي طعم البرتقال وطعم السوفي وطعم جميل قوي. بعدين تحط الحبايه في الميه تفور وتديك كوبايه عصير بملالين طعمها لذيذ. لو زودنا فيتامين سي سيفير جاستريك اريتيشن وفيتامين سي بيتحول لوكسالات، فلما يضرب فيتامين سي زياده هيجيله حصوات في الكلى، حصوات لوكسالات. فانا التزم دايما خد من مصدر طبيعي، نصيحه دايما خد من مصدر طبيعي. ده وده فيتامين سي. بالنسبه لفيتامين بي كومبلكس، فيتامين بي كومبلكس المصدر بتاعهم، وعلى فكره ما كانوا يقولوا الناس البسطه زمان صحيح تماما، يعني كان يقول لك الواد ده وشه بقع وشه بطش عنده نقص فيتامين اديله خميره بيره. عارف الخميره بيره اللي بيخبزوا بيها اللي بتتحط في الخبيز عشان الدقيق يخمر؟ ها ده مهم بقى. فدي مليانه فيتامين بي كومبلكس. البران الرده، عشان كده العيش الفينو وعيش الخنافس ده ما ينفعش. العيش البلدي بالرده بتاعته مليانه فيتامين بي كومبلكس. الليفر، اللحمه، كل دي مليانه فيتامين بي كومبلكس. ده المصدر التوما فيه. اول فيتامين فيهم بي 1 فيامين، وده برضو محتاج فيه حته الفيلم. فيامين، فيامين فوسفيت اذا كو انزايم، اذا كو ايه؟ انزايم. ركزوا بقى معايا مهم. نستعيد من القاع المعلومات المفروض بيزك نولج. واللي بيحسبني ان لما بدرس لطلبه عرب المواقع دي قويه جدا عندهم. هو احنا بنحصل على الطاقه من خلال سايكل عندنا اسمها ترايكاربوكسيليك اسيد سايكل، الاسم الثاني كريبس سايكل، مظبوط؟ بتطلع لي 38 مولكيول اوف اي تي بي. انما افرض احنا ما عندناش جود سبلاي للاكسجين مع الاكسرسايزز العنيفه، هنضطر نلجا الى ما يسمى انيروبيك جلايكوليسيس امبيدد ماير هوف. ما علينا. في الانيروبيك جلايكوليسيس طص هيطلع لي 3 مولكيول اي تي بي مثلا، كلام فارغ يعني. طب حلو قوي، شوفوا بقى الاستفاده. الانيروبيك بيدير تكوين ايه؟ الانيروبيك ده اللي بيطلع لي كلام فارغ من الاي تي بي هينتهي بتكوين بايروبيك اسيد. اللي ممكن يتحول الى لاكتيك. لكن هو عادة بقى من هنا في حاجة مهمة جدا، هتحوله إلى أسيتايل كوكيك. وده اللي يخش في السايكل. خلاص كده؟ يعني أنا ممكن أستفيد من الجلوكوز اللي موجودة عندي بإن أنا أعمل فيه أنيروبيك جلايكوليسيس يديني شوية. لكن الاستفادة القصوى هتيجي من دخوله في الآخر فين؟ في السايكل. يبقى عشان يتحول البايروفيك الى استايل كو ايه، يبقى هيديني قمه الطاقه لان ده اللي هيخش كريب سايكل. البريدج بتاع التحويل هنا يعتمد على انزيم ملوش دعوه، فوسفوئينو البايروفيك كاربوكسيكاليز. فوسفوئينو البايروفيك كاربوكسيكاليز، فوسفوئينو البايروفيك كاربوكسيكاليز بيحتاج فيامين. بيحتاج ايه؟ فيامين. الكلام ده المفروض بشرحه، المفروض ان حد منكم كان قال بايوكيمستري يا شباب. احنا عندنا هنا البايروفيك ده اللي طلع من حاله الانيروبيك جلايكوليسيس على قمه الاستفاده منه لما يخش الكريب سايكل عن طريق بيتحول الاستايل كو ايه بمساعده فوسفوئين والبايروفيك كاربوكسيكاليز في وجود فيتامين. طب افرض بقى في فيتامين ديفيشنسي، حد يقول لي هيحصل ايه بالمنطق؟ مش هيتحول لك، مش هتحول ومش هنحصل على انرجي كافيه، صح؟ يعني كل المولكيول هيحصل منه على 2 3 اي تي بي، ولكن مش هيحصل على 38. في نفس الوقت مين هيحصل له اكيوميليشن؟ هو ده يا شباب البيري بيري، هو ده البيري بيري. انا ما عنديش انرجي بحصل عليها كافيه، الاعصاب تبتدي تصرخ. بريفرال نيوروباثي، بريفرال نيوروباثي. مش هيشتغل عمليه تحويل البايروفيك الى استايكو اللي كانت تديني انرجي، بقى عندي ديفيشنت انرجي. في نفس الوقت كمان البايروفيك هيروح يتحول الى لاكتيك اسيد في الدم. هيحصل عندي كارثتين. الكارثه الاولانيه ان عدم الحصول على انرجي يؤدي الى بريفرال نيوروباثي اللي هنسميه دراي بيري بيري. دراي بيري بيري. المصيبه الثانيه ان اللاكتيك اسيد هيعمل اسيدوزيس. والاسيدوزيس ده هيعمل فازو دايلاتيشن رهيب. وبالتالي هنخش في هايبر كاينيتيك سيركيليشن اللي ممكن يدخلنا في هاي كارديك او جود فيلر، هارت فيلر. من كتر الفازو دايلاتيشن اند دونت فورجيت ان القلب مش بيحصل على مصدر انرجي كافيه، فبقى عندي فازو دايلاتيشن مطالب منه شغل كتير، وفي نفس الوقت كمان انا كهارت مش قادر اولد جنريشن كويس لان الكريبس مش شغاله،
فيجي له هارت فيلر هنسميه ويت بيري بيري لانه هيبقى هيهتم بس من الهارت فيلر. يبقى انا عندي الثيامين ديفيشنسي ممكن يؤدي الى دراي بيري بيري يعني بريفرال نيوروباثي. لو زادت الامور وتراكم اللاكتيك اسيد بخساره ممكن يدخل في هاي كارديك اوتبوت فيلير ويورم. ورم يعني قديمه يعني ميه دي هنسميها ويت بيري بيري. والعام في الحاله دي اللي عنده هارت فيلر مش قادر يروح. فعشان كده لما كانوا بيقولوا له في اندونيسيا وغيرها قوم يقول لهم بيري بيري اي كانوت اي كانوت بيري بيري مينز اي كانوت اي كانوت يعني مش قادر اروح ولا اقدر اتحرك ولا اقدر اعمل حاجه للهارت فيلر. لان عندنا في جنرالايزد فازو دايلاتيشن الضغط ولت السيمباثيتك سيستم يعمل ايه؟ يخلي القلب يشتغل اكتر عشان يحاول يعمل كومبنسيشن وهيطلع كارديك اوتبوت اكتر. بس ده الكونديشن اللي عايز اكتر كونديشن ده هنسميه هارت فيلر زي ما حصل في السارك اكسكوز ان الفازو دايلاتيشن بتاع تي 3 بس كلير يا شباب. يبقى لغايه كده اولاد عرفنا مع بعض كله عرفنا مع بعض ان الثيامين ديفيشنسي اللي مش عايز يوجع دماغه بس بعد كده هتتوجع صح لما يخش على الماجستير وبعد كده مش عارف يذاكر تاني على فكره. فهو يعرف ان الثيامين هو سبب بيري بيري دراي بيري بيري ديفرنت وبس ويت بيري بيري از هارت فيلر هاي كارديك اوتبوت فيلر. بليز ترانس كيتوليز اكتيفيتي في الار بي سيز لانها بتحتاج ثيامين. فلو لقينا ترانس كيتوليز اكتيفيتي قليله يبقى ثيامين ديفيشنت. وطبعا العلاج بفيتامين بي 1 فيتامين بي 2 الرايبوفلافينوزيس اللي هو الرايبوفلافين ده اللي بياخد كرونيك ليفر ديزيز كان بيبقى باين قوي لانه بيقل فاسكولاريزيشن اوف كورنيا تطلع النجيله على عينين سيبوريك درماتيتس السيبم بدل ما هو سايب يبقى انسكاسيتد هنا بنسميها سلفر جرانيول انجلر ستوماتيتس وكارلايتس. الرايبوفلافينوزيس فيتامين بي 2 ديفيشنسي فيتامين بي 2 ديفيشنسي تاني فاسكولاريزيشن اوف كورنيا يطلع كورنيا بلاد فيزلز يحصل سيبوريك درماتيتس هنا السيبا بيبقى لازم بنسميها سلفر جرانيولز انجلر ستوماتيتس اكنك جبت موس وقطعت الانجلز دي كايلايتس وكايلوزز الشفه تتقسم وتتشقق ده الارايبوفلافينوزيس فيتامين بي 2. فيتامين بي 6 بايرودوكسال فوسفيت فيتامين بي 6 ده مهم جدا لتصنيع الهيم وعشان كده الديفيشنسي ممكن تدي سيدروبلاستيك انيميا مهمه جدا في الاعصاب وعشان كده الاطفال الصغيرين لسه موجودين لو عندهم ديفيشنسي بايرودوكسال فوسفيت بيجي لهم كونفولشنز. النقطه الثانيه المهمه في فيتامين بي 6 حضراتكم لما ادينا علاج للتي بي كنا بنحط فيه اي ان اتش صح بس كنا دايما بنقول ضيف ايه؟ فيتامين بي 6 لان الاي ان اتش بيعمل ديفيشنسي في فيتامين بي 6 ولو حضرتك ما اديتش مع الاي ان اتش فيتامين بي 6 هيجي لهم نيوروباثي. وبالتالي اللي عايزه يبقى واضح فيتامين بي 6 في النيونيت ديفيشنس تعمل كونفولشنز في الادلت هتعمل بريفرال نيوروباثي بالذات مع الاي ان اتش بتاع التي بي اذا لم تعطي فيتامين بي 6 سبلمنت. يقال ان اعراض منع الحمل بتعمل اكتئاب لانها بتقلل فيتامين بي 6. يبقى كده فيتامين بي 1 فيتامين بي 2 ارايبوفلافينوزيس الديفيشنسي بتاعته فيتامين بي 6 واحنا غطنا فيتامين بي 12 وفوليك اسيد في البلاط. يبقى اللي فاضل عندنا دلوقتي هو النياسين والفوليك اسيد لان هو مهم جدا للمخ وللاعصاب. فالكهرباء هتسيب فوق يبقى يجيله كونفاكشن يبقى يجيله كونفاكشن. اخر حاجه هنتكلم فيها النهارده هنتكلم في نياسين نيكوتيناميد. طبعا ده برضو من التاريخ المصري مشهور لانه ليه حدث في التاريخ المصري زي ما قلنا قبل كده. اوعوا تصدقوا باب الحماره او الجهله اللي بيقول ان العهد الملكي كان عهد الرقي ومصر والكلام ده كلام فارغ تماما. هذا العهد هو كان عهد إذلال المصريين الأساسي. كان فئة بسيطة بتاخد كل حاجة وكان المصريين كلهم ماشيين حافيين وكان أكبر مشروع خيري مشروع مقاومة الحفاق. مشروع مقاومة الحفاق عشان المصريين ماشيين من غير جزم تخيلين ده كان الأساس. ويمكن لما راح الملك قاعد يلعب قمار في كابري في إيطاليا أحد العظماء بتوعنا اللي أسس اسم مصر الفتاة
ابو الفتح كتب له في الجورنال بتاعه، جاب له الملك وهو صوره الملك وهو قاعد بيلعب قمار، وجاب له صوره المصريين اللي هم ماشيين حافيين وبياكلوا من السبايه، وكتب له تحتها رعاياك يا مولاي. ده الملك فاروق اللي فجاه بقى قديس من الجهل والبغلاء اكتر من اللي قصدينه. وبالتالي هنا اولاد كان معروف ان الفلاحين لا يملكوا برغم ان هم اللي زرعوا القمح، ان هم كانوا عامه الشعب المصري ان هم ياكلوا دي قمح، كانوا بياكلوا دي الذره نيز ايتر، كان العيش معمول من دي الذره. دي الذره ده ما فيهوش نياسين وما فيهوش حتى التريبتوفان امينو اسيد اللي انا اقدر اصنع منه في جسمي نياسين، وفي انتي نياسين. يعني لو ربنا كرمك الراجل دافع زومه خد حته عيش قمح هياكل بعدها عيش ذره هيمنع حتى نياسين ان هو يبقى ابزور. يعني ديفيشنت نياسين، ديفيشنت امبريكنسر اوف نياسين، التريبتوفان اند كونتيننج انتي نياسين. فعشان كده الفلاحين كان بيجيلهم باللجره، والباللجره دي كانت طحنه المصريه. الباللجره دي بتتميز اساسا بثلاثه حرف دي: دايريا، ديمنشيا، ديرماتايتس. دايريا اسهال، ديمنشيا بيعمل دي جنريشن في الفرونتال لوب. وعشان كده الفلاحين كانوا يتجننوا ويروحوا يرموا نفسهم في الترعه، يرمي نفسه في الترعه. دايريا، ديمنشيا، ديرماتايتس. الديرماتايتس دي بتطلع فين؟ بتطلع في الاريس اكسبوستو سان، بتطلع هنا، تطلع هنا، تطلع هنا، تطلع الرجلين تحت. كانت الاول بتبقى ويت ووزنج سيرم، يعني تبقى حتت لونها دارك وبتطلع سيرم ويت، بعد كده تتحول الى راف سكيل سكيل. راف سكيل سكيل يطلع هنا في الفورهيد، في الفي شيب اريا، في البورسم اوف هاندز اند فيت، والحته الوحيده اللي بتغطيها اللي كان بيبقى عليها راف سكيل سكيل اوفر ذا جريتر توكانتا. على الجريتر توكانتا طبعا لو جالك حد من العواجيز واخد اذن من الاخره وجاي يمتحنك، اول حاجه هيسالك فيها الباللاجرا، وايه الحته المستخبيه اللي بيطلع عليها من الاجر بتاعك؟ اريا اوف جريتر توكانتا. هو جالك مخصوص ايه؟ معاكش عارف يا اولاد؟ يبقى هنا عندنا دايريا، ديمنشيا، ديرماتايتس. النقطه المهمه بريفرال نيوروباثي شنيعه. النقطه اللي بعدها بارابليجيا، وبعدها كوادريبليجيا، لانه بيعمل ديجنريشن في البيراميدال تراكت من تحت لفوق، فيقطع البيراميدال تراكت من تحت يجيله بارابليجيا، يكمل يبقى كوادريبليجيا. البلاجرا مفهوم يا شباب؟ يبقى النهارده عرفنا مع بعض ما يلي. عرفنا التايبس اوف فود ماكرو اند مايكرو نيوتريانت. الماكرو نيوتريانت بتاعتنا عرفناها كربوهيدرات، ليبيد، بروتين. المايكرو نيوتريانت بتاعتنا تريس اليمنتس والفيتامينز اند مينرالز. وعرفنا انواع الاكل اللي هتكتبه في التذكره للعيان بتاعك، وعرفنا افضليه الانترال فيدنج عن البرينترال فيدنج اللي هلجا لها كما لو كنت مضطر للميته ولحم الدم والخنزير في مواقف معينه، وايه عيوب كل واحده منهم. نشكركم على حسن تعاونكم. الحصه الجايه مفيش غياب لاني هتكلم في الانتي بايوتكس، عشان التخريب والتحشيش اللي انا بشوفه في كتابات الانتي بايوتكس مفهوم. دي بقى قاتله، انتوا بتقتلوا العيانين دي. أنا بعدين بس هات شوية الدراسة عندهم غلط.